النهارده هنعرف ايه هو احسن نوع زبادي موجود في السوبر ماركت. السلام عليكم، ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه شهر رمضان، شهر رمضان ما ينفعش من غير زبادي، عشان كده النهارده انا قررت ان احنا هنقارن ما بين كل انواع الزبادي اللي قدرت الاقيها في السوبر ماركت عشان نعرف ايه هو احسن نوع زبادي وارخص نوع زبادي تعرف تتسحر بيهم في رمضان اللي جاي. قولي تحت في الكومنتات، بتحبوا نوع زبادي ايه من السوبر ماركت او من المحلات، يعني زي البان الكوثر، البان المدينه، المحلات دي. فلو بتحب المقارنات دي يا ريت تعمل لايك للفيديو عشان ده بيساعد الفيديو ان هو يتشاف. وخلينا نبدا في مقارنه النهارده. اول زبادي هنجربه هو زبادي نسله. سعر الزبادي كله النهارده تقريبا ما بين ال 5 جنيه وال 7 جنيه على حسب بقى المكان اللي انت بتجيبه منه. نسله دي انا جبتها ب 5 جنيه، الوزن الصافي 100 جرام. ده شكل الزبادي بتاع نسله، قوامه بين البنين، ماسك نفسه شويه، نص المعلقه دي، ولونه مصفر حاجه بسيطه. بسم الله، طعمه حلو وطري في بقك وفي سنه مزازه كده. انا بصراحه بحب في الزبادي القوام اللي ماسك نفسه شويه، ما فيهوش ميه كتير وتحسه كريمي. تاني نوع معانا مزارع دينا، 105 جرام وسعرها 6 جنيه. 100% من ابقار مزارع دينا، نفس المكونات تقريبا، الصلاحيه 15 يوم. مزارع دينا فيه ميه شويه عن اللي قبليه، وقوامه ماسك نفسه شويه برده عن اللي قبليه. بصوا حتى ماسك في المعلقه ازاي. حاسس طعم مزارع دينا دسم سنه بسيطه جدا عن اللي قبليه، مش اكتر من كده. وبرده بحب القوام ده، بس هو طعمه معتدل، ما فيهوش اللزعه دي. كنت فاكر بصراحه ان مزارع دينا هتبقى زبادي بلدي او اللي هو بيبوظ بسرعه، بس مكتوب عليه ان الصلاحيه 15 يوم برده. ثالث زبادي الاصدقاء، ده اغلى واحد فيهم النهارده ب 7 جنيه 100 جرام. فريش 14 يوم، بس برده مكتوب هنا نفس المكونات. خليط لبن بقري وجاموسي مبستر، نسبه دهن 3%، مواد صلبه، مثبتات. الاصدقاء دي كنت جربت لها موتزاريلا قبل كده، في هنا شويه ميه محترمين. الزبادي ده اكتر زبادي لونه ابيض فيهم، ملمسه اهدى شويه فيهم، بس بتنزل تمام، بس هو ماسك نفسه برضه. بسم الله، جامد، حاسس انك بتاكل جبنه. نسبه اللبن هنا اكبر شويه من اللي قبليهم، حلو بس هو دلع، ما فيهوش برضه اللزعه دي بتاعت الزبادي. اللزعه دي انا بحبها، موضوع ان هو دلع لو انت بتحب حاجه زي كده الاصدقاء ده هيعجبك. ندخل بعد كده على زبادي المراعي. زبادي المراعي ده 105 جرام وسعرها 6 جنيه. تهيألي في العروض ممكن سعرها يبقى 5 جنيه ونص، حاجه زي كده. كامل الدسم ونفس المكونات تقريبا. حس نسبة الكتل اللي فيه اكتر شوية، ولونه مصفر شوية برضو عن اللي قبليه. ده حامض في بقك، مش حامض يعني وحش، لا يعني تحس ان هو طعمه لازع قوي في بقك، هي بتحسسك بمزازة كده بس حلو. فالموضوع يرجع لك في الزبادي، لو بتحب حاجة طعمها لازع كده المراعي ده هيعجبك. لو انت اصلا مالكش في ده وعاوز حاجة هادية، حاجات تانية. زبادي جهينة ده بقى ايه كينج، يعني ده اشهر زبادي موجود عندنا في مصر واشهر منتجات البان موجوده في مصر. الجهينه دي 105 جرام وسعرها 5 جنيه. صراحه انا جايبها في عرض، كانوا السته ب 30، وهنا بدون مواد حافظه، بس هو فيه نفس الحاجات التانيه برضه، نفس المثبتات الغذائيه وكل حاجه، بس مكتوب هنا لبن بقري مش مكتوب بقري وجاموسي. خلينا نكمل وبعد كده هنشوف موضوع البقري والجاموسي ده. الجهينه برضه لونه ابيض قوي، وبرضه نسبه التكتلات فيه، يعني هو شبه المراعي قوي بصراحه. اكيد مش اول مره ادوق جهينه، بس اكتر حاجه بحسها في جهينه ان طعمه معتدل قوي، يعني زبادي طيب كده، لا منه لازع ولا دلع ولا حاجه، هو ميكس في بعضيه كده، زبادي هادي طيب بتاكله خلاص، زبادي انا داخل انام ما تشغلش بالك. فانا بيعجبني بصراحه جهينه، هو اكتر زبادي من السوبر ماركت بحسه طعمه قريب من الزبادي البلدي بتاع محلات الالبان. ندخل بعد كده على زبادي دانون، دي سعرها 5 جنيه بس 102 جرام بقى، مش 105، لا انا هوفر 3 جرام، دارس ماركتنج، انا دارس بيزنس. كيك بقري طبيعي معدل ومبستر كامل الدسم، قوام اتقل وكريمي اكتر. تعال عامل طبقه فوق، كون طبقه قشطه كده من فوق، جامد. ده اكتر زبادي فيهم كريمي فعلا، يعني ده كريمي قوي، بصوا حتى تحس ان هو بيلعب معاك كده، مش مكلبش في بعضيه زي الزبادي اللي قبل كده، ومكون طبقة قشطة من فوق. فخلينا نشوف، ده كريمي جدا، تحس ان هو عامل زي الجبنة اللي بتتفرد في السندوتشات. توقعي ان هم حاطين زي طبقة كده قشطة او حاجة، تحس انك لما تيجي تاكله تحس بطعم الزبادي البلدي واللبن، الزبادي اللي بيجيبه محلات الالبان. هي فكرة صايعة بصراحة، يعني حلوة، انت عارف هتروح تجيب ايه من السوبر ماركت، خصوصا مع اول معلقة كده بيديك الطعم ده. لما بتاكل الكريمي لوحده تحت بس، بس ان هو طعمه زيه زي الباقي، بس ملمسه كريمي قوي في بقك. عاجبني ان هم يعني فكروا حتى في علبه الزبادي ازاي متميزين عن غيرهم. دانون ده اخر نوع زبادي معانا، زبادي هيلسي. منتجات هيلسي بصراحه انا كنت بحبها جدا، بس كان في راجل هنا وقفل، معرفش ليه قفل، رغم ان هي منتجات بتبقى متكلفه كده، يعني طعمها بيبقى حلو. كنت مجرب من عندها لبن بالشوكولاته كان جامد جدا. اول مره بصراحه اجرب زبادي من عندهم، زبادي طبيعي بقري. زبادي هيلسي ده 105 جرام وسعره 6 جنيه ونص، وفي ميه شويه، لونه ابيض جدا وملمسه يعني ناشف شويه، طعمه حلو ودسم، وبرده في سنه لزع كده في الاخر، مش لازع قوي، برده بتحس ان هو معتدل. بس لو عاوز اوصفه لك، عامل زي الزبادي اللي بتعمل في البيت في مكنه الزبادي، اللي هو بتسيبه 8 ساعات ده او 12 ساعه على في مكنه الزبادي، هو قريب قوي من طعمه.
حلو مش وحش. إلسي لبن بقري، نسلة لبن بقري، دانون بقري، جهينة لبن بقري، المراعي لبن بقري، مزارع دينا لبن بقري، مفيش غير الاصدقاء بس اللي هو خليط ما بين البقري والجاموسي. فهل دي تفرق في السعر او في الطعم او في حاجه؟ غير دول المفروض زبادي لاكتيل وزبادي لابانيتا، بس فعلا مش لاقيهم خالص في اي سوبر ماركت. ولاكتيل هي نسله، يعني نفس الشركه. انتوا بتحبوا تشتروا زبادي ايه؟ ولو بتحبوا زبادي بلدي بتحبوا تجيبوه من محل البان ايه؟ لو بتحبوا نوعيه الفيديوهات دي من المقارنات يا ريت تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخلوا البرومو كودز دي هتاخدوا خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.